يا مساء الخير، يا مساء الطاقة والشباب، على حضراتكم في حلقة جديدة برنامجكم شباب حكاية. دايما زي ما احنا متعودين انا بحب ابتدي كده الحلقة برسائلكم اللي دايما منورة صفحتنا. واول رسالة معانا مرسى بعتنا رسومات ليها، حقيقي جميلة جدا يا مرسى، وهي عايز تطلع معانا في حلقة من حلقات برنامج شباب. اكيد يا مرسى هنتواصل معاكي وهتكوني معانا اكيد في حلقة من حلقات برنامجنا. مساء الخير، معاكي ريمون ألبير مهندس برمجيات، وهو طلع معانا قبل كده في برنامج شباب واتكلم عن شركته كانت صغيرة، وبيقول دلوقتي ان الشركة كبرت وبقى الاستحواذ عليها من شركة إماراتية. هو يعني احنا الاول بنقول لك مبروك، وهو حابب كمان يجي يتكلم عن الجديد اللي في شركته والتطور اللي هو وصله. طبعا اكيد هتبقى معانا في حلقة من حلقات البرنامج، هنخليه المعدة طبعا تتواصل معاك. انا اسمي ميربت صدقي، هي عندها موهبة إعادة تدوير، بتعمل شغل وشنط، بتعمل إكسسوارات كمان وشغل كروشيه، وهي كانت عايزة تطلع معانا في برنامج شباب وتتكلم عن موهبتها وعن المشروع بتاعها. طبعا أكيد إن شاء الله تبقي معانا. جولي، أحب أتشرف بتواجدي في برنامج شباب حكاية، وعايزة تعرض مشروعها طرف صناعي ذكي بالأوامر الصوتية. هي كمان بتقول إن حصل على تصعيد التصفيات للسفر للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يا أنجلينا هتبقي معانا في حلقة من حلقات البرنامج أكيد طبعا عشان تتكلمي عن الاختراع الجميل اللي انت عاملاه. واحنا طبعا مستنيين رسائلكم، بنحب نشوف رسائلكم والمواهب والافكار اللي انتم بتبعتوها لنا وانتم حابين ان احنا نلقي الضوء عليها ونعرفها طبعا لكل المشاهدين. طيب الجزء المهم بقى بعد الفاصل، شباب كتير قوي بتقعد تفكر انا عايزه ابتدي مشروع لوحدي. خلاص فكرت في فكرة المشروع، الفكرة رائعة، درست كل الجوانب بتاعة المشروع، عملت دراسة جدوى، عرفت ايه المميزات، ايه السلبيات، ايه العيوب، وكل حاجة تمام. بس دايما الشباب بيقفوا عند نقطة مهمة جدا، وهي التمويل المالي، المصادر التمويلية. طب انا هعمل فيها ايه؟ انا هتحرك ازاي؟ انا خلصت فكرتي، خلصت كله تمام، بس انا هبتدي اتحرك بقى، التمويل المالي منين؟ وممكن نكون بنسأل في حاجات طبعا مناسبة لينا وفي حاجات مش مناسبة لينا. طب اروح فين واعمل ايه وازاي احصل على التمويل المالي للمشروع والفكرة بتاعتي؟ ده اللي احنا هنعرفه مشاهدينا بعد الفاصل مع ضيفتنا اللي مشرفانا دكتور مرمر سليمان، استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس. لكن استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. زي ما كنت بتكلم قبل الفاصل، الشباب بتعمل عندها فكرة، بتعمل دراسة جدوى للفكرة، عندها مشروع عايزة تبتدي فيه، بتدرس كل الجوانب الإيجابية والسلبية وكل حاجة، بس بتيجي عند نقطة مهمة جدا، الماديات. طب هتصرف فيها ازاي؟ طب ايه هي مصادر التمويل؟ كل ده احنا هنعرفه النهارده بضيفتنا اللي مشرفانا النهارده دكتور مرمر سليمان، استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. حاجه مهمه جدا، يعني انا خلاص عملت الفكره جات لي وعملت الدراسه بتاعتها وشفت كل حاجه والمشروع قدامي، بس انا بقف عند نقطه مهمه جدا، التمويل. ناس كتير قوي ما بتبقاش فاهمة أهمية إن أنا أدرس مصادر التمويل هي إيه. طبعاً دي حاجة مهمة جداً لأي مشروع، لأنه إما ينجح بالتمويل ولو اخترت المصدر المناسب والتكلفة بتاعته قليلة هو ده اللي هينجح لي المشروع أو يفشله. طب إيه اللي يخليني بقى أبتدي لما أجي أدرس يعني إيه تمويل؟ لازم أحط قدامي كذا نقطة. أول نقطة إن التمويل هو مش مبلغ على بعضه، لا، لازم أقسم هو هيتوجه فين. هو أي تكلفة أو أي مشروع بتاعي يبقى ليه نوعين من أنواع التكلفة. أول حاجة تكاليف ثابتة، وتاني حاجة اسمها تكاليف تشغيلية. تشغيلية دي معنيها اللي هي تخلي المشروع يشتغل. طب إيه هي التكاليف الثابتة بتاعتي؟ هي تكاليف إنشاء المشروع.
طب دي نقطة من النقط المهمة اللي هي بتاخد تكلفة عالية قوي أو بتاخد جزء كبير قوي من التمويل. هل بقى التمويل اللي هيتوجه ليه التكاليف الثابتة دي اللي هي زي إيه؟ زي مثلا لو أنا هعمل مصنع أو ورشة، هي تكاليف العدد والآلات والمعدات، الحاجة اللي هتقعد معايا مدة المشروع نفسه. طيب حاجة تانية، إني في بعض الحاجات اللي هي هتخليني أشغل الآلات دي أو هشغل المشروع بتاعي، اللي هي بنسميها تكاليف إيه؟ تشغيلية. طيب أنا لما أجي أتكلم على التكاليف الثابتة دي لازم يهمني قوي إنها أدرسها بعناية وأعرف إن أنا همولها منين، لأني أنا ما أقدرش همولها من كذا طريقة أو مصدر، لأني ده هيعمل إيه؟ دربكة أو هيشغل دماغ الشخص اللي بيعمل المشروع. يعني أشغلها بمصدر تمويلي واحد بس، أمولها من مصدر واحد. يا إما أنا تمويل ذاتي، أنا اللي أشتري الحاجات دي، وأنا أفضل إن أنت لما تيجي تعمل مشروع التكاليف الثابتة بتاعتك دي من الأفضل إنها تكون من تمويلك الذاتي. ليه؟ لأن لو أنا هفتح محل يبقى المحل ده بتاعي، لو أنا عندي آلات يبقى الآلات دي بتاعتي، لأني تكلفتها بوجع عين لما يجي أخد عليها أي قرض عشان أجيب التمويل، يعني عشان أشتريها يعني بدفع عليها فايدة عالية، فدي هتاخد شوية كتير قوي من فلوسي أو إيرادات المبيعات بتاعتي. فأنا محتاج إن أنا لما أحط فلوس في التكاليف الثابتة ما أشغلش بالي بيها. يعني ايه؟ يعني أنا مش هاخد القرض بتاعي علشان أحطه في التكاليف الثابتة. التكاليف الثابتة يعني إيجار وعدد وإيه وآلات ومعدات وكمبيوتر ومكاتب وهكذا. طب لو أنا حطيتها في دي هتخليني كل شهر عايزة أسدد القسط بتاع القرض بتاع الآلات والمعدات دي بالإضافة على الانترست أو الفايدة اللي عليها. الفايدة اللي عليها. طيب طب أنا هل يا ترى شغلي هيجيب كل ده مع اني كمان عشان اشغل نفسي لازم اجيب حاجه اسمها ايه؟ مصاريف تشغيليه، اللي هي المواد الاوليه، ان انا ادفع اجر عامل، ان انا ادفع ميه وكهرباء، دي بدفعها بشكل دوري عشان اخلي الشغل بتاعي يمشي. فانا لازم بقى فايده او بمعنى اصح التكاليف الثابته دي اشيلها من على دماغي او ما افكرش فيها كتير. طب لو شخص ما عندوش امكانيه التكاليف الثابته دي فهيبقى مضطر ان هو ياخد قرض. يبقى من الاحسن بقى لو هياخد قرض او ياخد ممكن ياخد يطلع برضه في الشريك في حاجه ممكن يفكر فيها، بس انا دي نقطه برضه هتكلم فيها بشكل تفصيلي بعد شويه. لكن لو هياخد قرض يبقى هياخد القرض بتاعه يبقى المدة لأجل طويل. يعني إيه الأجل طويل؟ يعني مثلا 20 سنة 30 سنة عشان القسط بتاع القرض نفسه يبقى قليل. والفايدة بتاعته تبقى قليلة ما حسش بيهم وأنا شغال. صحيح، دي من الحاجات المهمة قوي. كمان في نقطة مهمة أنا عايزة أقولها هنا، دايما لما تخليني أبقى عارف أنا ماشي في السكة الصح ولا لأ، أني أعرف كويس قوي أنت الإيراد اللي هيجي لك بقى بعد المشروع، ما انت اكيد عامل دراسة جدوى. هل ده هيغطي ايه؟ هل هيغطي جزء من التكاليف الثابتة اللي هي عليا، ولا التكاليف التشغيلية اللي هتخليني افضل مستمر في السوق وتخليني افضل طول النهار شغال او مش اقفل بعد شوية او يجي لي ازمة واقفل. فهتعرفها ازاي؟ هتعرفها بحاجة اسمها ايه؟ انك تعمل حاجة اسمها زي ميزانية، اسمها بنسميها كده، أو قايمة اسمها قايمة التدفقات النقدية. ببساطة شديدة كده الناس المحاسبين بيبقوا فاهمينها، لكن عشان أوضحها وبسطها لكل الشباب اللي معايا يعرف كويس قوي يعني إيه قايمة التدفقات النقدية. يعني معناها أنت الفلوس اللي داخلالك دي داخلالك منين؟ اللي جايالك في المشروع، هل هي كلها جاية من تمويلي، يعني أنا واخد قرض بيها، أو فلوس جاية من شريك، ولا من استثمار إن في حد بيستثمر معايا، أو من التشغيلي؟ يعني إيه التشغيلي؟ يعني إيرادات البيع بتاع شغلي الأساسي اللي أنا شغال بيه. ده اللي هيعرفني أنا ماشي صح ولا لأ. يعني بمعنى أصح أنا مشروعي شغال وهيكمل ولا لأ. لأني لو أنا قايمة على مشروعي بتاعي، قايم على فكرة إن أنا كل شوية لما أتزنق
اروح اخد قرض او استلف او اشغل الكريدت كارد بتاعتي وهدفع برضو ديون وهدفع بيها مصاريف رايحه من عليا، يبقى انا ماشي مش مظبوط. فدايما وانا بتكلم على ايه هي التكاليف بتاعتي، هحط في دماغي فكره ايه قائمه الترافقات النقديه، ايه هي مصادر الفلوس اللي انا داخله لي في الشغل بتاعي او المشروع بتاعي. طب خلينا نقف عند النقطه دي يا دكتور، ومعانا اتصال تليفوني. الو، مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي بسؤال حضرتك. ايه هو انا ميك اب ارتست وفاتحه مشروع كده صغير يعني، بس انا حابه ان انا اكبره. فقولي لي ممكن ايه الخطوات اللي انا ممكن اكبر بيها المشروع بتاعي، او المساعده بس تكون ازاي؟ في اي سؤال لحضرتك يا دكتور؟ هي طبعا شكرا ليكي دكتور، هتجاوب عليكي. شكرا ليكي. نجاوب دلوقتي؟ اتفضلي. هو من الحاجات الحلوة قوي ان هي بتعمل مشروع قايم على موهبة ليها، يعني الماتريال هي هياخد جزء من دخلها، او بمعنى صح هيبقى ليه تكلفة معينة، وطبعا الميك اب والحاجات اللي بياخد تكلفة كبيرة، لكن هي قايمة على انه مجهودها هو اللي بياخد أغلبية العائد. فدي حاجة كويسة، بس عشان هي تكبر مشروعها ده هي عندها كذا سكة. طبعا بيبقى في حاجات الإلكترونيك إنها تعمل اللي هي تعمل تسويق ليها يعني، وأعتقد إن هي من الواضح إنها عاملة. طبعا إن هي عشان تكبر هي محتاجة إنها يبقى ليها مكان ثابت، لأن أغلبية الميك اب ارتست بيروحوا أو يعني بيروحوا للكلاينت يعني. فلما بيبقى ليها مكان زي بيوتي سنتر، إزاي أكبره؟ طب انا دلوقتي لو هي مش معاها يعني مبلغ انها هتقوم انها تجيب، صحيح، تجيب محل مكان او مكان. ففي الوقت الحالي لو هي هتفكر تفكر في الايجار، ودي من الحاجات الكويسه اللي اليومين دول منتشر قوي، ان انت ممكن تاخد ايجار في مكان مشهور قوي، وساعات مش لازم يكون كل الايام. انت عارفه انه بقى دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها ايجار شيرنج، يعني ايه؟ يعني مثلا زي دكتور اسنان ياخد عياده يبقى ليه يوم في الاسبوع، بيدفع ايجار يوم في الاسبوع. بس المكان معروف ان ده ايه، عياده اسنان. طيب لو هي ميك اب ارتست ممكن تعمل كده، ممكن تروح حتى البيوتي سنتر تاخد منهم يوم، يبقى اليوم ده بتاعها. فكرة حلوة، فكرة كويسة قوي، مش هتكلفها كتير. حتى لو هتكلفها هتبقى شيرنج في البروفيت او الربح بينها وبين البيوتي سنتر. فدي من الافكار الكويسة اللي ممكن تكبر خطوة خطوة لحد ما يبقى ليها ان شاء الله مكان ليها بتاعها باسمها، وتبقى ربنا يفتح عليها أكيد. طيب انواع التمويل ايه بقى للمشروعات اللي زي دي؟ انواع التمويل احنا عندنا كذا نوع من انواع التمويل. أول حاجة اللي أنا بفرح بيها الناس اللي هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ده عامل كذا برنامج للتمويل، وخاصة للشباب اللي هي مشروعات صغيرة متناهية الصغر، ومديها كاتيجوري. يعني إيه؟ محتاجين توضيح أكتر. بص حضرتك، مشروعات صغيرة اللي هي ليها رأس المال بتاعها من 50,000 لحد 5,000,000. طبعا ده في بيقسموهم برضو الأنشطة، كانت صناعي، صناعي يعني أي حاجة إنتاجية، صناعي أو تجارية. طب إيه تاني؟ في اللي هي متناهية الصغر، يعني رأس المال بتاعها أقل من كده، تبتدي من 1,000 لحد 50,000. فبيدوا قروض متيسرة شوية مريحة لمدة 5 سنين. يمكن أكتر ميزة عجباني إن الشروط اللي هي بتقول تعالى أديك بيها القرض، إن هتديك مثلا لو أنت عندك جيش هتأجل لك الجيش، أو يمكن لحد ما تخلص إيه؟ الجيش. لا، تسدد القرض. لما أنت تخلص القرض اللي عليك ساعتها ممكن تأجل لك الجيش، يعني تخش الجيش بعدها. دي حاجة من الشروط الحلوة قوي اللي أنا أفرح بيها الشباب بتوعنا. دي من الحاجات الحلوة. طب أنا عايزة أقول لكم على حاجة. في راجل ملياردير اسمه بافيت، مشهور قوي. بافيت ده كان بيقول إيه؟ أنا لو عايز أشتغل في الأسبوع يوم، بقية الأسبوع أبتدي أعمله دراسة
في الاستثمارات او في الشغل اللي انا بعمله او المشروع اللي انا بعمله. فانا عايزه اقول لك لو سمحت تعالى ادرس كل حاجه انت داخل عليها. بمعنى ايه؟ مش احنا عايزين ناخد قرض؟ طب دلوقتي في البنوك بتاعتنا عامله مبادرات كتيره قوي، ما فيهاش حاجه ان انا ادور على البنك ده والمبادره بتاعت البنك ده والبنك ده واشوف ايه اللي يناسبني. طب وانا قاعد في البيت انا هعرف منين؟ صحيح. يبقى انا جهاز التنميه احنا قلنا ده بيدي قروض. طب انا عايزه اقول لك بقى على حاجه تانية، البنوك وايه هي المبادرات بتاعتها. من الحاجات الحلوه قوي ان انا عندي مثلا بنك التنميه، سوري مش بنك التنميه، بنك مصر عامل بيدي قرض من القروض بتاعته لمده 7 سنين بيديها بنسبه الفايده بتاعتها 5%. دي مبادرات بتاعه بنك مصر. البنك الاهلي عامل نفس الحكايه برضو بيدي قروض للمشروعات الصغيره لمده ايه؟ 5 سنين، المده بتاعتها 5 سنين وبرضو في حدود 5%. في بنك اسكندريه عامل مبادره حلوه قوي وخاصه متوجهه للاطباء، انه لو واحد دكتور عايز يعمل مشروع خاص بالطب بوجع عام بيديله القرض ده. طبعا القروض دي بتبقى ميسره يعني مده 5 سنين والفايده بتاعتها ايه؟ قليله. طيب في حاجه تانية، في بعض الشركات عامله شويه مبادرات انا عايزاك يهتموا بيها، وانا شايفة ان الناس كلها بتقعد على النت، بس بتقعد على النت بتضيع وقتها على الفاضي في لا شيء. طب دور بقى على المبادرات. طب كل شوية الحكومة بتعمل مبادرات فاحنا نستغلها. انا مش بتكلم على مشروع قائم، انا بتكلم على مشروع لسه هيتعمل. عندي في مبادرة بتاعت شركة امين عاملة مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة، وبتوصل ان المبلغ تديه 100,000 جنيه والسداد من 4 شهور ل 24 شهر والفايده بتاعته بتبقى منخفضه قوي. طب ايه تاني؟ في شركه فوري عامله مبادره للتمويل المشروعات الصغيره بتوصل ل 200,000 جنيه وبتديها الفايده بتاعتها 3.5%. تخيلي حاجه جميله قوي. طب في شركه تانية اسمها تنميه للتمويل، دي تبعها يعني برضو بتعمل تمويل لبعض المشروعات الصغيره. كمان زي ما قلت لك في كمان من البنوك انا نسيت اقولها اللي هو بنك الاسكان والتعمير. احنا عارفين بنك الاسكان والتعمير ده ملهوش علاقه غير بالايه؟ بالشقق والاسكان والكلام ده. صحيح. لا ده عامل مبادره للمشروعات الصغيره. تخيلي عامل مبادره ممكن توصل ل 5 مليون جنيه. يعني دي قرض لمده يعني بقيمه 5 مليون. طب الفايده بتاعته من تتراوح من 5% 8% 10%، ده حسب نوعيه المشروع. طب خليني اقف عند نقطه مهمه جدا. هل وانا يعني رايح اخد قرض عشان امول مشروعي، هل انا باخد القرض مادي ولا البنك هو اللي بيبقى مسؤول عن ان هو يشتري لي الاجهزه او يشتري لي المعدات او يشتري لي الحاجات اللي انا هبتدي بيها مشروعي، ولا بيديني انا الفلوس وانا اشتري؟ لا بيديك انت الفلوس وانت تشتري الحاجه. يعني اوكي، يعني هو البنك مجرد ان هو هيوافق ويعمل ياخد دراسه الجدوى بتاعتك. في بعض البنوك بتساعدك انك انت تعملي دراسه جدوى عشان تبقي فاهمه. طب نقطه حلوه قوي دي. دي من الحاجات المهمه لو انت مش عندك دراسه جدوى، لكن هو بيساعدك يعني انه انت ماشي مظبوط ولا لا. وبياخد منك شويه مستندات وبيديك المبلغ اللي انت عايزه. كل اللي هو يهمه انك انت تبقى يعني راجل ملتزم وتسدد الايه؟ القسط مع الفايده. مع الفايده. انا عايزه بس اوضح حته، ساعات الناس ما بتبقاش فاهمه انه لما باخد قرض مفكرين بيدفعوا فايده بس، لا ده انت كل شويه بتدفع جزء من القرض بالاضافه للفايده. الجزء من القرض ده بيشيل ايه؟ الفلوس اللي عليك الدين يعني. لكن الفايده دي كانها ايه؟ العائد بتاع البنك. يعني انت تبقى فاهم ان القرض بتاعك ده القسط بتاعه بيبقى كبير مش قليل، حسب برضه المبلغ اللي انت ايه واخده. اكيد طبعا. طيب ليه دايما الشباب بتخاف من فكره الاجراءات بتاعه القرض، وخايف مثلا تحصل مشكله، او دايما بنسمع ان القروض بيبقى في سلبيات وراها، ايه الفكره؟ هو الشباب طبعا هم مش بيخافوا من ان هو ان هيروح ياخد قرض، لكن بيخاف من السداد او ما يعرفش يسدد. ما يعرفش يسدد، ده حقيقي. هي بصي طبعا اي بنك او اي جهه هتديك اي قرض او اي تمويل لازم تضمن حقها.
ففي بعض البنوك بتاخد عليك شويه ورق معين عشان ايه يضمن حقه، ان كان ضمان او ايه او هو يبقى حاطط ايده على المكان، يعني يبقى كانه واخد المكان بتاعك ده ضمان لاسترداد حقه لو انت ما سددتش. صحيح. لكن انا مش عايزه حد يخاف، اللي هو هيلتزم واللي هو بادي من دلوقتي. دايما يقول لك انه صاحب المال جبان. فانت لو انت مش هتعمل تمويل من مالك الخاص فانت هتاخد قرض، فكده كده انت داخل مشروع لازم يبقى عندك شويه جرأة. ما تخافش من حاجه، لانك لو خفت انت مش هتبتدي مشروع. اكيد طبعا. هنبقى احسن حاجه نعمل فيها ايه، نركن الفلوس دي في البنك وناخد العائد وخلاص، ويبقى انا قاعد ايه في السيف ايه سايد. صحيح. لكن هضيع على نفسي فرص كتيره قوي انا ممكن اكسب منها. ودي برضو فكره مهمه انا كنت عايزه اوضحها، اني وانا بعمل كده لازم برضو احسبها. ليه؟ لو انا باخد قرض، القرض اللي انا باخده ده تكلفته عاليه عليا، يبقى مش لازم التجئ له قوي. عشان بعد شويه لازم نفهم ان كل تمويل ليه تكلفه، وايه اللي بيخليني احكم ما بين اقل تكلفه للتمويل ده، حاجه اسمها سعر الفايده اللي موجود فين؟ في البنك. في البنك اكيد. لان لو انت الضمان بتاعك انك انت تحط فلوسك بتاعتك في البنك وتاخد عليها الفايدة دي، لو انت دفعت القرض بتاعك كان بنفس الفايدة it's okay. ليه؟ لانك انت هتاخد الفلوس دي وتشغلها فما تكسب منها. لكن اهم حاجة انك انت ما تبقاش بتدفع يعني التكلفة بتاعتها بتبقى عالية قوي، مش لازم التجئ لبعض القروض اللي هي تبقى تكلفتها ايه عالية. عالية. يمكن بيروحوا لان يقولوا ايه، يعني احنا ناخد قرض بزيادة عن اللي انا عايزه علشان أأمن نفسي زي ما بيقولوا كده، يعني مش هاخد على قد ما انا عايز. لا، ما هو اللي بيعمل كده يبقى ما عملش دراسة جدوى. يبقى هو ماشي كده اللوي. والكلام ده ما ينفعش في المشروعات. أكيد. احنا محتاجين اخد بالظبط، لان كل تكلفة ليها فايدة ليها اعتبارات ليها تعويضات، وتدفع فلوس زيادة عليها. أكيد. فعشان كده انت لازم تدرس كويس انت هي ايه التكلفة اللي انت محتاجها. وارجع تاني اقول ايه، افتكر حاجة اسمها تكاليف ثابتة والفلوس التشغيلية اللي انت هتشغل بيها نفسك. طيب بصورة توضيحية اكتر يا دكتور، الاعتبارات اللي المفروض نحطها في اعتبارنا واحنا رايحين نختار التمويل بتاعنا، وازاي الشباب يختاروا المصدر التمويل المناسب ليه؟ صح. انا هو طبعا دي نقطة من النقط المهمة جدا. اللي انا عايزاه يبقى لما يجي يفكر في مكان التمويل ونوعية التمويل، هو زي ما قلت قبل كده، هو انت هتاخد التمويل هتوديه فين؟ هل هتاخد التمويل بتاعك علشان تصرف بيه على كل المشروع، ولا بس عشان تأجر مكان، ولا علشان تجيب محل، ولا علشان تجيب عدد وآلات؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. لو انت عرفت انت هتوجه الفلوس لفين، يبقى انت هتاخد الموضوع ده في اعتبارك. لو انا هشتري بيه آلات ومعدات، يبقى انت لازم تفهم كويس القرض اللي انت هتاخده يبقى طويل الأجل، بيبقاش مدته قليلة. لكن لو انا هاخده فلوس قرض عشان اشغل نفسي ومشروع بتاعي، يبقى اعمل ايه؟ يبقى القرض بتاعي يبقى قصير الاجل. يعني ايه قصير الاجل؟ يعني مدته سنة لحد 3 سنين، ما يزيدش عن كده. يبقى المصدر بتاعي ان انا ادور على اي قرض يبقى الفايدة بتاعته قليلة وما ادفعش فيها كتير، لاني انا اغلبية القرض ده الفايدة هتروح في مين؟ هتيجي هتتغطى من الايرادات بتاعتي. طب انا هحس بالايرادات ازاي؟ ما هتبقى مشكله. كمان برضو نصيحه عايزه اقولها للناس، اللي عايز يبتدي مشروع لازم يحط في دماغه يبقى معايا فلوس تشغيليه تغطي 6 شهور، عشان انت مده كمان يعني مدة 6 شهور جايه، لان انت مش عارف وانت شغال هيبتدي الايراد هيغطي وهتجيب الفلوس المبيعات هتجيب الايراد وصافي ربح ينفع تمشيك بعد شويه ولا لا. وبعدين انت ضامن، انت في سوق متغير شويه قوي، الاسعار متغيره جدا. صحيح. وسريعه التغير والزياده. فانت مش عارف ان انت مواد الخام اللي انت تشتريها دلوقتي ب 10 جنيه ممكن بكره تبقى ب 50 جنيه، فانت لازم يكون معاك فلوس تامنك 6 شهور تغطي مصاريف تشغيليه
للفتره الجايه علشان تبقى ما يجيش في وقت تقول ايه انا وانا في البدايه كده اقف، يجي لي حاله احباط واقفل ايه المشروع بتاعي ولاقي انا اتحملت التكاليف ثابته على الفاضي. طب ما هو ممكن يعمل ده يا دكتور من الكارد اللي هو ياخده، ما انا مش معايا ان انا اغطي مصاريف 6 شهور، ما انا هاخد ده من الكارد وهغطي 6 شهور من الكارد اللي انا واخده. يبقى انا بقى في الاول بعمل تخطيط لنفسي ان انا هاخد الفلوس الكارد ده لو انا هاخد طويل الاجل هيغطي لي قد ايه من الفلوس الاساسي اللي هي الثابت بتاعتي والتكاليف الثابته اللي هي محتاجها ان انا اعمل بيها محل، اعمل بيها اجيب عده واجيب الحاجات دي. طب هتغطي لي قد ايه؟ هيتبقى منها قد ايه اللي انا احطه واشيله على جنب عشان اجيب منه مواد اوليه، عده سوري مش عده، مواد اوليه وادفع نور وكهرباء وادفع ايجار عامل، ما الحاجات دي انت لازم تامنها. اكيد طبعا. هل هي القرض اللي انت هتاخده يبقى كافي؟ طب لو انت خدت قرض يغطي الاثنين ما انت حط في دماغك ان انت هيبقى عليك السداد. سداد قسط وسداد فايده. يس اهو. صحيح. طيب هل تسعير المنتجات بقى ليه دور مهم في التمويل؟ دي بقى من النقط اللي هي دايما بتاخد يعني اهمال شديد قوي من الصاحب اللي بيعمل مشروع. اهمال؟ اهمال ليه بقى؟ بيفكر يقول لك ايه؟ لا هو وقت بقى ما نشتغل هنبتدي نعرف نقول ايه التكلفه بتاعتي واحط عليها مش ربح وخلصت على كده. ما يقول لك على حسب ظروف السوق، ما انا مش عارف وعلى حسب ظروف السوق. طب انا هخش كبير وطب هبيع بسعر عالي ولا هبيع بسعر منخفض؟ لو بعت بسعر عالي ما هو مش مناسب السوق، ما حدش هيجي اصلا. وهل انا ايه هدفي وهل انا عايزه ازود حصتي في السوق ولا هعمل ايه؟ عشان كده موضوع التسعير ده محتاج قصه بقى. انا لما اجي افكر في موضوع التسعير لازم احط فيه احط في دماغي 3 محاور. اول محور اني ايه الهدف من التسعير بتاعي؟ يعني ايه يعني الهدف؟ إيه؟ هل انا هدفي ان انا ازود المبيعات بتاعتي؟ طب ولا الهدف بتاعي التاني ان انا يكون حصتي كل شويه تكبر؟ حصتي السوقيه وسط المنافسين حواليا تكبر؟ طب ولا انا هدفي ان انا ما اخشش حرب اسعار مع المنافسين ويبقى عندي ثبات في الاسعار؟ ايه الهدف بتاعي؟ يعني انا هدفي ايه؟ والحاجه الثانيه بقى على اساس الهدف ده احط استراتيجيه للتسعير. والاستراتيجيه دي معناها انت ازاي هتسعر السلعه بتاعتك. فالاستراتيجيه بقى تعتمد على الهدف. لو انا حددت الهدف بتاعي خلاص احط الاستراتيجيه. الاستراتيجيه بتاعتي دي انا لازم احط في دماغي كذا بند. ايه بقى البنود بتاعت الايه استراتيجيه التسعير؟ التسعير اول بند المرونه في السعر. هل انا عندي مرونه في السعر؟ يعني انا لما باجي ابيع ببيع السلعه بتاعتي دي لكل العملاء بنفس السعر ولا اجي في منطقه احس ان القوه الشرائيه بتاعتها ضعيفه فابتدي ايه اديهم سعر منخفض واجي في منطقه تانية ابيع لهم بسعر ايه عالي. هل ينفع الكلام ده؟ لو انا ببيع اونلاين ما انا ممكن يكون ببيع في دوله بسعر ودوله تانيه بسعر تاني. صحيح. او لو انا بتعامل بشكل مباشر مع شركه فممكن اديها بسعر والاقي نفسي ببيع لشركه تانيه بسعر تاني. هل انا عندي ايه المرونه بتاعتي في السعر؟ هل أنا ثابت ولا أنا عندي مرونة في التسعير وحسب إيه ظروف السوق زي ما بنقول. ومن الحاجات التانية المهمة بقى لازم أخدها في اعتباري، هل أنا حاطط في دماغي إني أنا دورة حياة المنتج؟ يعني إيه دورة حياة المنتج؟ أنا دلوقتي في البداية ولا أنا بقالي كتير في السوق؟ أصل أنا في البداية أبقى عندي فكرة من الهدف بقى الأساسي، هل أنا لازم أخد مساحة كبيرة من السوق فهبتدي أخفض السعر ولا إيه؟ ولا أخش بسعر عادي علشان الناس تقول إيه؟ لا ده الكواليتي بتاعته عالية. دايماً الناس بتروح للحاجات اللي أسعارها عالية فعلاً. ولا أنا أصلاً المنتج بتاعي بيحل مشكلة عند الإيه؟ الكلاين. هل أنا بعمل إيه؟ أنا إيه توجهي؟ فدي من النقط المهمة. ما هو لو أنا السلعة بتاعتي الوحيدة في السوق زي مثلا ما بيفكر مثلا نزلوا موديل جديد من موبايل مثلا فتلاقي سعره في الاول عالي جدا صح؟ طب هل يا ترى بقى انا معتمد على البراند اللي انا عامله؟ عشان كده بقول لك لازم ايه نبص انا دوره حياه المنتج. انا بقالي مده طويله في السوق ولا لسه بادي؟
اوكي يبقى ده برضو هاخده في ايه في اعتباري. طبعا في اعتباري كمان العميل المستهدف اللي انا بوجه له السلعه. هل السلعه بتاعته دي اللي احنا بناخدش في اعتباراتنا حاجه اسمها سيكولوجيه نفسيه في التسعير؟ بمعنى ايه؟ هل العميل ده السلعه بتاعتي دي مهمه قوي في حياته؟ يعني هي انا عامل هتفيده يعني هتفيده وانا بحل له مشكله بيها ولا هي ليها منافسين تانيين؟ ولا هي ليها يعني سلعه بديله تانيه؟ طب ولو السلعه بتاعتي دي العميل ده لما يجي يشتريها لازم يشتريها ومعاها سلعه تانيه تكملها؟ يعني مثلا الموبايل، مش الموبايل فيه سلعه تانيه بتكمله زي الشاحن زي السماعه وهكذا؟ يبقى انا لازم الحاجات دي ايه؟ اخدها في اعتباري. عشان كده بنقول لازم بحث تسويقي، يعني السوق كله ادرسه. اول حاجه اشوف البديل والمكمل، يعني السلع البديله واسعار السلع البديله، يعني اسعار المنافسين، والسلع المكمله واسعار السلع المكمله. دي لازم اخدهم في اعتباري. طيب ايه كمان من الحاجات المهمه قوي لما احطها في دماغي، لما احط عمليه تسعير؟ اني انا وجودي ايه وسط السلع التانيه؟ هل انا عندي منافسه شرسه قوي ولا عندي المنافسه بتاعتي ثابته وهاديه؟ يعني بمعنى اصح ان انا ليا حصتي في السوق ما حدش تاني هياكلها مني، او انا عشان انا متميز فالناس عامله لي اعتبار، فلو انا سلعتي مش موجوده هيقل قوي الطلب على السلعه التانيه، يعني مش عملاء بتوعي هيروحوا في حته تانيه. هل عندي العملاء بتوعي عندهم ولاء للسلعه بتاعتي ولا لا؟ صحيح. ما هو كل الكلام ده اخده في اعتباري لما اعمل عمليه التسعير. يبقى انا دلوقتي التسعير ما يبقاش ايه اجيب تقليدي، اجيب التكلفه واحط عليها مش ايه الربح. يبقى انا على كده. هو خلاص على كده. انا في حاجتين هنا، انا ممكن احط سعر عالي فاخسر زباين كتير، او احط سعر قليل واخسر فرق السعر اللي هو كان ممكن العميل ده يشتري السلعه بتاعتي. صحيح. فانا زي هرجع تاني للقول بتاع بافيت، ان هو بيقول لك لازم تدرس السوق او تدرس الموضوع اللي انت داخل فيه. يعني موضوع التسعير حد هيقول لك ده سهل قوي يعني نحسبه سهل، لا انت لازم تحسبه، تدرس، تعمل تعرف المنافسين بيبيعوا السلعه دي، تعرف السلع المكمله واسعارها والسلع البديله واسعارها، وتعرف كويس قوي مدى احتياج العميل للسلعه بتاعتك. صحيح صحيح. طيب ايه راي حضرتك بقى في اللي يقول لا انا ولا هاخد قروض ولا لي علاقه بالبنوك والكلام ده كله، انا معايا فلوسي انا اللي هبتدي بيها كل المشروع؟ هو دي فكره حلوه قوي. اول حاجه انها بتديله احساس ان هو ايه، انا يعني انا الاونر في كل حاجه ودي فلوسي وانا شغال بفلوسي، ولو خسرتها يعني مش هيحصل حاجه. بس هقول لك تحذير، اللي بيشتغل بفلوسه بيبقى خايف قوي. ازاي بقى؟ وبيتدخل في كل حاجه في المشروع، فبيعمل ايه؟ بيبقى كانه وان مان شو. بيبقى هو المتملك وهو اللي مسيطر وعايز يتابع كل حاجه. اصلا هخسر فلوسي. صحيح. هي فيها ميزة انك انت لما بتكلم على التكاليف الثابتة، لو انا اشتريت محل اهو ده كده كده بتاعي راجع لي يعني حتى لو خسرت. لكن في نفس الوقت لو انا حطيت فلوسي في حاجة هبقى انا قلقان عليها بزيادة. فممكن ما يدينيش الايه القدرة على الادارة الجيدة، وممكن يخليني قلق بزياده، يخليني ابقى متوتر مش عارف اخد الاجراءات الواضحه او الصريحه، او ابقى عايز اسيطر على كل القرارات فتخليني مشوش. يعني صحيح مش هيتخليني محتاج بس القرارات المهمه هي اللي اخدها، لا ده انا ممكن ابتدي اركز مع العامل اللي شغال بتاع الايه القهوه والشاي ان هو ده خسر في الفلوس ولا لا. هو صاحب الفلوس بيعمل كده، هيبقى قلقان على كل حاجه فيبقى متدخل في كل حاجه. صح. طب من الافضل ان يكون ليه شريك ولا ده برضه هيبقى عامل مشاكل او هيتدخل اكتر؟ لا هو بصي، هي الشراكه في الاول مش حاجه وحشه. ليه؟ لانها بتعمل
سيبك من هو شيرينج بس في الفلوس، لكن كمان في الريسك والخسارة. الشريك بيساعد كده، والشريك كمان بيساعد في حاجة تانية، ان هو بيشيل عني. يبقى احنا مقسمين، بخلي كل واحد مركز في التخصص اللي هو عايز ايه، اللي هو شاطر فيه. دي من الحاجات المهمة. لو انا اخترت الشريك المناسب والصح، وكمان لو انا حتى لو كان اخويا او كان ابني، لازم اكون عندي ورق يأمن استحقاقاتي وحقوقي. لان اي عقد هيجبر اي حد ان هو يلتزم. فالشراكة مش حاجة وحشة، بس لو اتعملت بشكل مظبوط، وتعامل ان الشخص الشريك مع حد تاني، ويكون كل واحد يختار الحاجات اللي هو متميز فيها يضيفها على المشروع. صحيح. فدي حاجة مهمة. في حد شاطر في المبيعات، وفي حد تاني شاطر في الإدارة. صحيح. فدول مهمين. في حد كلامه بيعرف يتكلم كويس قوي، فيعرف يعني يوزع المنتج بشكل أكبر. في واحد تاني بيعرف يدرس ويحلل، يبقى ده شغال في الإدارة وده شغال في المبيعات. بس أهم حاجة ونصيحة اللي بقولها، أني ما فيهاش حاجة أن يبقى بيننا عقد مكتوب يبقى فيها الحقوق والالتزامات. طيب، ممكن نقطة مهمة احنا ذكرناها برضو يا دكتور، لكن في شباب بتسأل برضو، هل من الأفضل ان انا اخد كارد نقدي مادي كده انا بفلوسي، ولا ممكن يبقى في كارد او بنك هو المسؤول ان ياخد لي المعدات، ياخد لي الأجهزة، الحاجات دي كلها، ويعمل لي التسهيلات؟ طبعا ده حسب نوع البنك اللي انت هتاخده. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في البنوك في مصر او في اي مكان، بيبقى في بنوك متخصصه وفي بنوك تجاريه عاديه. البنوك التجاريه العاديه هتديك قرض مادي، لكن لو انا بس مثلا انا بشتغل في عامل مشروع زراعي، يعني عايز اعمل استصلاح زراعي وكده، يبقى ده لازم اخد القرض بتاعي من بنك ايه الزراعه. كمان لو انا شخص بينتج منتج معين وبصدره، ممكن اخد التمويل من بنك ايه الصادرات. فدي البنوك دي اللي هي متخصصه شويه. كمان زي ما باخد سكن، اروح اخده من بنك الاسكان والتعمير. لكن مش كل البنوك بتجيب لك الالات والمعدات. اكيد طبعا، يعني هي حسب نوعيه البنك نفسه بيشتغل ازاي. وده اللي هيخليني ارجع لك واقول لك لازم ندرس انا مشروعي ايه وايه اللي تبعه، عشان البنك اللي هيبقى متخصص في نوع المشروع بتاعي هيفيدني اكتر من ان انا اروح لبنك تاني مش شغال. مثلا انا مزارع عايز اعمل مزرعه او حاجه، واروح اخد قرض من بنك التجاري مش هيساعدني. لكن اللي هيديني الخبره والتعاملات اللي هو البنك المتخصص في الموضوع اللي هو متعلق بالمشروع بتاعي. طب ازاي اوازن ما بين التمويل اللي انا اعتمدت عليه، وما بين ازاي اسدده، وما بين ازاي انا انجح، وما بين ازاي انا اخد ربح؟ يعني قصه كبيره قوي كده يا دكتور. هو طبعا انه اللي بيخش على مشروع عارف كويس قوي ان هو داخل على حاجه مهمه لازم يتعمل لها تخطيط من الاول. عشان كده انا قلت في الاول، انت في دراسه الجدوى في الموضوع اللي قبل كده اتكلمنا، ان انت دراسه الجدوى دي فيها تخطيط. انت عايز سكه وستبس، انت خطوات انت هتعملها. هو الطبيعي انك انت داخل على اي مشروع، بيبقى حتى لو كان مشروع اونلاين، حتى لو هو مش هيحتاج تكلفه، هو مجهودي بس، لكن كمان محتاج ان انا اعمل تخطيط. ان انا اوازن ما بين كل الكلام ده، طبعا بالتخطيط اول حاجه، بس تاني حاجه بالخبره يا جماعه. الخبره دي اني اول سنه مش هتبقى زي تاني سنه. لازم احط في دماغي اني كل ما اكتسب خبره هتلاقيني اكثر درايه بالقطاع اللي انا عامل المشروع بتاعي فيه، واكثر درايه بالمنافسين بمثلا مواد الخام وبالاعداد والالات اللي انا هجيبها. ببقى الخبره دي باخدها منين؟ من الحياتيه، من الحياه ومن المشاكل اللي بقابلها، وبعد كده دي بتديني خبره. من المواقف اللي هي عوائق او من الفشل، وبعد كده لا دي الحته دي انا ما عرفتش انجح فيها، المكان ده ما عرفتش ابيع فيه كويس، يبقى انا اختار مكان تاني. طب السلعه بتاعتي دي محتاجه تطوير. كل ما انت ماشي اكيد بتطور نفسك. ما هو أنا عملت تخطيط، بس التخطيط ده في البداية، ده اللي بيخليني أعيد التخطيط ده تاني. الخبرة، المشاكل، الفشل، محدش يخاف من الفشل أبدا. الفشل ده أول نقطة للنجاح.
يعني دي مقولة معروفة قوي، مفيش حد من الناس اللي نجحوا قوي غير لما كانوا في حياتهم الأولانية كانوا فشلوا. صحيح أكيد، فده الطبيعي. فعشان أوازن ما بين كل ده أنا عملت تخطيط في الأول ودخلت الحياة. تجربة بقى هي هتبيني إزاي أوازن وإزاي أبتدي أكتسب الخبرة وإزاي بعد كده أجيب المادة الخام دي من مكان تاني بيبيعها سعر أقل، وإزاي أتعامل مع الناس وأخذ خصومات أكتر، وإزاي أتعامل مع العميل وأكتسب ولاء ليا. كل الكلام ده بالخبرة. فإحنا في الأول خالص إحنا عملنا نقطة البداية، وبعد كده الخبرة هتديني الإلمام بكل حاجة. أكيد. مع الدراسة، يعني مع يعني إيه دراسة؟ يعني كل شوية أبحث، كل شوية أدور. يعني ما يخلنيش أبقى واقفة في مكاني، عشان تعرف أنت مجتمع، مش مجتمع أنا قصدي عالم كله تغيرات. صحيح. والمنافسة بتتغير كل شوية، فأنت لازم كل شوية تدرس السوق بشكل كبير. صحيح. طيب أنا فتحت المشروع واخدت الكارد والمشروع كان ماشي تمام، وزي ما حضرتك قلت احنا معرضين ان المشروع ده يفشل. طب فشل المشروع وانا تعثرت بقى في سداد الكارد، ايه اللي ممكن يحصل؟ لان دي نقطة يعني الواحد بيفكر في فشل المشروع قبل ما ادخل المشروع اصلا، وارد ان ده ممكن يحصل في ظروف السوق. ايه اللي ممكن يحصل؟ بصي، هو انا عايزة اميز ما بين حاجتين، في فشل مالي ان انا تعثرت شوية علشان في ظروف خارجة عن إرادتي، يعني ممكن تكون ظروف الدولة أو ظروف المجتمع، التضخم، بعض الحاجات هي اللي خلتني معرفش أسدد في الوقت الحالي. لكن كمان في نوع تاني، هل الظروف دي نبع من عندي من المشروع بتاعي ولا لا؟ فلو أنا حددت النقطتين دول هبقى عارف كويس قوي أنا هعالجه إزاي. لو حاجة خارج إرادتي يبقى أنا لازم أعمل حاجة اسمها بيك أب. يعني إيه بيك أب؟ يعني إيه بيك أب؟ يعني أنا دلوقتي أنا لازم أتصرف إن أنا القرض ده لازم أسدده، وممكن يكون بشكل مثلا مؤقت إن أنا أخد قرض تاني من حتة تانية، أو أفتح أخد شريك تاني يخش معايا. صحيح. طيب دي نقطة. طب النقطة التانية، لو هي بقى الموضوع جاي من عندي أنا، طب لو من عندي أنا والفشل جاي من عندي أنا، يبقى أراجع نفسي وأعرف إيه مصدر الفشل. صحيح. طيب لو طلع إن الفشل من عندي، دايما بيقولك إن في حاجة اسمها تعثر مالي فني وتعثر مالي حقيقي. يعني إيه تعثر مالي فني؟ إن أنا ما عندي سيولة في الفترة الحالية اللي هي تمشيني. لكن التعثر المالي الحقيقي ان انا فعلا مش مساله بس السيوله، مساله ان انا محتاج ان انا ابيع الالات اللي عندي عشان اعرف اشتغل. هو كله مبني على يا دكتور يعني في خلاصه كده، اني انا ادرس صح الفكره خلاص قدامي، ادرس المشروع صح، همشي صح، هعرف امول، اخد تمويلي صح، المشروع هينجح. لكن اي حاجه بدون دراسه جدوى اكيد يعني الموضوع ما بيبقاش الطف حاجه للشباب. انا معاكي، بس طبعاً كمان طول ما انا عملت دراسه جدوى كويسه، بس طول ما انا في المشروع لازم ادرس كل شويه. اكيد طبعا، وابحث كل شويه. اكيد. شكرا لوجود حضرتك معانا يا دكتور. شكرا ليكي. شكرا دكتور مرمى سليمان، استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس. شكرا ليكي مره ثانيه. ميرسي. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده ببرنامجكم شباب حكايه. الى اللقاء.